بسم الله الرحمن الرحيم. معكم دكتور فهد كمال الدين. النهاردة إن شاء الله أول محاضرة في كورس الداتابيز أو قواعد البيانات. يمكن كورس الداتابيز من أهم الكورسز اللي المفروض طالب كمبيوتر ساينس أو انفورميشن سيستم لازم يتعلمها، ولازم كمان مش بس يتعلمها يبقى بروفيشنال فيها. يعني بمعنى اخر مش كورس وهيعدي، يعني مجرد ان كورس هدرسه وبعد كده هاخد فيه جريد كويس وبعد كده هنساه، لا، ده من ضمن الكورسز اللي بعد كده هتبني الكارير بتاع حياتك او الشغل بتاع الانفورميشن سيستم عامه او الكمبيوتر ساينس من خلاله. فتركيزنا في الكورس ده ان احنا نفهم الكونسبت ونفهم التكنيكس نفسها، ازاي ان انا بعمل اناليسز للريكويرمنت وازاي ببني قواعد البيانات، وده ان شاء الله هنشوفه خلال الكورس ده باذن الله. نبدا ان احنا هنتكلم على انواع الداتابيزز. طبعا نوع الداتابيز بيختلف على نوع الداتا اللي هي بتتعامل معاها. يعني مثلا مش كل قواعد البيانات انا بخزن فيها ارقام وحروف وهكذا، لا، في قواعد بيانات تانية بخزن فيها صور، في قواعد بيانات بخزن فيها فيديوز، في قواعد بيانات تانية بخزن فيها لوكيشنز. فكل نوع من انواع قواعد البيانات دي بناء على الداتا اللي هي بتخزنها او بتتعامل معاها بقدر اصنفها ضمن كاتيجوري معينه او كلاس معين. يعني مثلا في داتابيز اللي احنا بنشوفها في اي مكان او بنتعامل معاها في حياتنا اليوميه اللي هي تراديشنال داتابيز ابلكيشنز، ودي دايما بنسبه كبيره بتخزن تكشوال اي اور نوميريك انفورميشن، وبعض الاحيان بتخزن ايمجز طبعا عادي جدا زي الداتابيز اللي احنا بنشوفها في امازون وفي سوق دوت كوم وفي الحاجات اللي احنا بنتعامل معاها. بتلاقي نوع البيانات اللي انت بتشوفها ما بتطلعش بره الحاجات دي، يا اما تكست يا اما نمبر يا اما صور اللي هي المفروض الايمجز بتاعه البرودكت. وطبعا في بعض الداتابيزز ما بتخزنش الصوره نفسها، بتخزن الباث بتاع الصوره، يعني مكانها فين جوه الهارد او جوه الفولدر. نيجي بعد كده النوع تاني من الداتابيز واللي هو المالتي ميديا داتابيزز. طبعا من اسمها فكره مالتي ميديا انه بيتعامل مع حاجات اللي هي فيها ايمجز وفيديوز، وممكن نوع من انواع الداتابيزز دي اللي احنا زي اليوتيوب مثلا. اليوتيوب عباره هو ابلكيشن او ويب سايت او ويب ابلكيشن المين تارجت بتاعه ان هو بيعمل ستورينج لفيديوز وبيعمل فيديو ستريمز. فممكن نصنف اليوتيوب من انواع المالتي ميديا داتابيزز، لان هو كمان مش بس بيخزن الفيديو، لا، هو بيخزن كمان ديسكريبتيف انفورميشن عن الفيديو ده. فانت تقدر تسيرش بكيورد معينه، تقدر تصنف الفيديوز دي تبع انهي كاتيجوري، مثلا هل فيديو كوميدي فيديو تراجيدي وهكذا. في برضو معانا اللي هو الجيوغرافيك انفورميشن سيستم، ودي مينلي بتستخدم في الحاجات اللي فيها مابس زي مثلا جوجل ماب، زي نوكيا هيرو والحاجات دي كلها. فهو بيعمل ستور او بيعمل ستورنج للداتا اللي علاقه باللوكيشنز، يعني المكان، ممكن صور المكان. تمام، طبعا هنا الصوره مش صوره عاديه زي الصوره اللي احنا بنشوفها، لا، بتبقى عباره عن لايرز. يمكن دي هتوضح اكتر في الكورس بتاع الجي اي اس. بيخزن اللوكيشن وكل الانفورميشن اللي ليها علاقه باللوكيشن ده، عشان تقدر بعد كده تقدر تعمل راوتنج. لو انت عايز تتنقل من مكان لمكان او تعمل راوتنج من مكان للتاني، يقدر يختار شورتست باث عشان يوصلك للمكان ده. في برضو نوع تاني من انواع الداتابيزز، الحاجه اللي ليها علاقه بالاناليسز واللي ليها علاقه بالديسيجن ميكنج، زي الداتا وير هاوسز اند اونلاين اناليتيكال بروسيسنج او بنسميها الاولاب. والنوع ده من انواع الداتابيزز ريليتد اكتر لفكره الاناليسز، ان هو عنده مجموعه داتا بيعمل ليها اناليسز بشكل معين عشان يوصل لكونكلوجن معين يقدر يديه للديسيجن ميكر ويقدر ياخد بيه القرار. فالنوع ده من انواع الداتابيز هو بيعمل ستورنج، كلهم طبعا بيعملوا ستورنج، بس الفكره ان هنا فكره الاناليسز وفكره انه بيعمل ستورنج للهيستوريكال داتا. يعني ممكن اجيب سي مثلا لو انا بتكلم على سعر البيبسي النهارده، الترديشنال داتابيز بسالها سؤال واحد، هو سعر البيبسي النهارده كام، فهيقول لي سعر البيبسي مثلا النهارده 5 جنيه. لكن لو سالته سعر البيبسي من 10 سنين كام، مش هيقدر يرد عليا، لان هو بيعمل ستورنج للكرنت فاليو بس. لكن لو انا بتكلم على هيستوريكال داتا، لا، ممكن يجيب لي الفاريبل والفاريبل ده او الاتريبيوت ده والهيستوري بتاع الفاليوز بتاعته، هي كانت
ب 2 جنيه مثلا، وبعد كده زادت في الوقت الفلاني، وبعد كده حصل لها تشينج، فبيجيب لي الهيستوري او التاريخ الكامل بتاع الفاليو دي، بستفيد منها بعد كده في الاناليسز، ان انا ممكن من الفاليوز دي كلها اقدر احدد معدل التغير او معدل التضخم في الاسعار او ايا كان من انواع الاناليسز ده، اللي بعد كده ممكن اطلع منه رول او انفورميشن او نوليدج اقدر اديها للديسيجن ميكنج يقدر يستخدمها او يقدر يشتغل بيها بعد كده. نيجي بعد كده للنوع اللي بعده، الحاجات اللي ليها علاقه بالبرودكشن او حاجات ليها علاقه بالتايم. يعني في بعض الداتابيزز ودي مينلي اللي بتشتغل او بتشغل هاردوير او بتتعامل جوه الهاردوير او في مرحله البرودكشن، بنسميها ريل تايم اند اكتيف داتابيز تكنولوجي، ودي بنسبه كبيره بتبقى في الاندستريال اند مانيفاكتشرنج بروسيسز. دلوقتي هندي ديفينيشن كده بسيط او فكره عامه عن داتابيز يعني ايه. طيب كلمه داتابيز بالعربي يعني قواعد بيانات، يعني هنا بتكلم مين لي على بيانات او داتا. فابسط ديفينيشن لكلمه داتابيز هي عباره عن كولكشن اوف ريليتد داتا. يبقى هي كولكشن معناها انها مجموعه من الداتا، بس لازم الداتا دي تكون ريليتد لبعض. بمعنى ايه؟ يعني ما ينفعش اخزن داتا ملهاش اي علاقه ببعض في نفس المكان. يعني كانك بالظبط جبت قواعد البيانات بتاعت المرور وحطيتها مع قواعد البيانات او الداتا الخاصه بالبترول مثلا، الاثنين مش ريليتد لبعض نهائي. فانت طب ايه حل بقى النقطه دي؟ ان دي يبقى ليها داتابيز لوحدها ودي ليها داتابيز لوحدها، عشان الداتا اللي موجوده جوه الداتابيز دي لازم تكون ريليتد لبعض، ليها علاقه ببعض. الداتا بقى نفسها هي عباره عن فاكتس اقدر اسجلها عشان اقدر اعمل لها ايه؟ ريتريفنج بعد كده. ولازم الفاكتس اللي انا هخزنها دي يكون ليها ايه؟ implicit meaning، يبقى ليها معنى. فانت مين اللي هتخزن facts؟ هتعمل لها recording جوه الداتابيز. الفاكتس دي لازم يكون ليها معنى. الداتابيز قلنا انها هتخزن او هتتعامل مع related data، فبالتالي ممكن افكر او اشوف الداتابيز انها عباره عن ميني وورلد او عالم صغير، لان هو عباره عن اجزاء والاجزاء دي ريليتد لبعض. فممكن اشوف الداتابيز في شكل انها ميني وورلد او عالم صغير، كل جزء من الداتابيز دي بيمثل جزء من العالم. يعني مثلا انت دلوقتي نرجع تاني لنفس الاكزامبل اللي هو الداتابيز بتاع المرور مثلا. ايه الداتا اللي بتتخزن؟ بخزن داتا عن الدرايفرز اللي هم السواقين، بخزن داتا عن الكارز اللي هم العربيات المفروض. طيب الداتا دي ريليتد لدي؟ اه، لان الشخص السواق ده اسمه مرتبط باسم عربيه معاه، فكده بقت الداتا ريليتد لبعض. الداتا دي لازم تكون لوجيكال ايه؟ كوهيرنت كولكشن اوف داتا وذ انهيرنت مينينج. لازم الداتا دي كلها تبقى متماسكه وليها علاقه ايه؟ ببعض. طيب الداتا دي انت في الاخر بتعمل ريكوردنج او بتعمل ستورنج للداتا دي، عشان ايه؟ عشان تقدر تعمل ريتريفنج بعد كده ليها، تقدر تطلع ريبورتس، تقدر تطلع انفورميشن معينه بشكل معين. الفكره ان الداتابيز اللي انت عاملها لازم تكون فور ا سبيسيفيك بيربس، لازم يكون ليها هدف او لازم يكون ليها معنى. انت مش عامل الداتابيز مجرد خزنه وتقعد تخزن فيها البيانات من غير اي هدف. زي ما قلنا قبل كده، من اشهر الاكزامبلز للكوميرشال داتابيز او الداتابيز اللي بتتعمل في الحاجات اللي فيها باينج اند سيلينج، طبعا امازون دوت كوم، وفي سوق دوت كوم، وفي مواقع كتيره بتعمل ستورنج للايتيمز كلها باسعارها بتفاصيلها، وكمان بتعمل لها كلاسيفيكيشن باكتر من شكل بحيث تسهل على اليوزر انه يقدر يسيرش جوه الداتا دي ويقدر يجيب الريزلت بتاعتها. اتفقنا ان الداتا خلاص اتخزنت في مكان معين. طيب عايز اجيب داتا، عايز اخزن داتا، عايز اتعامل مع الداتا دي، تمام؟ هنا بقى يظهر حاجه اسمها الدي بي ام اس او الداتابيز مانجمنت سيستم، وده كديفينيشن هو عباره عن كولكشن اوف بروجرامز. يبقى الدي بي ام اس هو عباره عن بروجرامز ابلكيشنز. بتعمل ايه البروجرامز دي؟ الهدف منها ان هي اللي بتقلو اليوزر او البروجرامر انه اكسس او يتعامل مع مين؟ مع الداتابيز. يبقى انا خلاص اتفقت ان الداتابيز موجوده اهي، تمام، وخلاص هي ميني وورلد وخلاص هي ريليتد لبعض. عشان تاكسس الداتابيز دي او تتعامل معاها محتاج انترفيس بينك وبينها عشان ينظم العمليه دي. الانترفيس اللي بينك وبين الداتا ده هو اسمه الداتابيز مانجمنت سيستم، وزي ما قلنا من شويه هو بروجرامز.
والهدف منه انه بيسهل او بيسمح لليوزر انه يعمل عمليه المينتيننج على الداتابيز. طيب ده فكره الدي بي ام اس. انا بقى عايز اكريت او عايز اعمل ديفايننج للداتابيز دي. البروسيس نفسها بتاعه الديفايننج اوف داتابيز هي عباره عن ايه بقى؟ ان انا بعمل سبيسيفاينج اوف داتا تايبس. ايه انواع الداتا اللي انت محتاج تخزنها؟ دي مهمه جدا. انت هتخزن تكست ولا هتخزن نمبر ولا هتخزن ديت تايم ولا هتخزن ايمج وهكذا. محتاج تعرف الكونسترينز، وهنا كونسترينز بالعربي معناها قيود. ايه بقى فكره القيود دي؟ فكره القيود دي منتهى البساطه انك انت لو عايز تعمل او عايز تخزن داتا، لو انت دلوقتي هتتعامل مع الداتابيس without constraints ببساطة كده، هيبقى عندك تيبل. التيبل ده عبارة عن كولومز، كأنك كده فاتح اكسل شيت وبتدخل الداتا بالشكل اللي انت عايزه. جيت مثلا في فيلد معين هخزن فيه ديت تايم او تاريخ. انا عاجبني ان انا اخزن التاريخ يوم شهر سنة، واحد تاني عايز يخزن شهر يوم سنة، تفرق؟ تخيل التاريخ اللي هو 1/2/2012 ده ممكن يتقلب شكلين، يا اما ايه first of February او ايه second of January. يعني انت دلوقتي قريته بشكلين مختلفين، يا اما 1 يناير او سوري 2 يناير او ايه او 1 فبراير. طيب ايه بقى فكره الكونسترينز هنا؟ ان انا هنا بحط شكل او فورم معين الشخص لازم يدخل فيه الشكل ده. يعني ما ينفعش مثلا تسجل في الفيلد الاولاني، لو انا هشتغل ان الفيلد الاولاني ده عباره عن الشهر او المانث، ما ينفعش انك انت تخزن فيه اكتر من كام؟ من 12 او من 12، يعني from 1 to 8 12، يبقى دي الرينج اللي انت هتتعامل بيه. طب لو انا مثلا عايز اعمل كونسترينز مثلا على الناشونال اي دي او الرقم القومي بتاعنا، المفروض الرقم القومي بتاعنا كام؟ 14 رقم. ما ينفعش تخزن 15، ما ينفعش تخزن 13، ولازم كل الفيلدز تبقى عباره عن ايه؟ عباره عن نمبرز. فدي فكره الكونسترينز، ان انا بحط رولز معينه اليوزر لازم يلتزم بيها عشان يعمل ستورنج للداتا دي، ولو ما التزمش الداتا مش هيحصل لها ايه؟ ستورنج. جه بقى دلوقتي المفروض الشخص عمل ديفينيشن للداتابيز وحدد كل الرولز بتاعته وحدد كل الداتا تايبس بتاعته. في هنا بقى نوع تاني من انواع الداتا، حاجه اسمها الميتا داتا، او في برضه ناس بتديها ديفينيشن اللي هو داتا اباوت داتا، او بيانات عن البيانات. ازاي؟ طيب قبل ما اشرح النقطه دي هديك اكزامبل كده. تخيل انت رحت اشتريت جهاز من مكان، الجهاز ده المفروض اول حاجه معاك بيبقى موجود جوه الكرتونه بتاعته او المكان المانوال سوليوشن او الكتالوج بتاعه. فانت عشان تتعامل مع الجهاز ده اول حاجه هتعملها انك هتقرا الكتالوج ده. الميتا داتا هو بالظبط الكتالوج بتاع الداتابيس، وهو اسمه فعلا داتابيس كتالوج، تمام؟ فهو المفروض حاجة معينة أو كومبوننت معين بيعمل ستورنج لديسكريبتيف انفورميشن اباوت يور داتابيز. يعني أنا لو عايز أعرف أو أفهم الداتابيز بتاعتك بتتكلم على إيه أو إيه اللي فيها، هروح أشوف الميتا داتا دي. الدي بي إم إس بيعمل ستورنج للميتا داتا دي، تمام؟ في شكل برضه داتابيز، يعني برضه ليها كومبوننتس وليها ريليشن بشكل معين وليها تيبلز بتاعتها، وبخزنها في شكل سبيشال شويه بسميه داتابيز كاتالوج اور ايه داتابيز ديكشنري. يبقى دي فكره الميتا داتا، هي ديسكريبتيف داتا اباوت يور داتابيز، والمفروض ان انا لو عايز اكسس الداتابيز او عايز اعرف اي انفورميشن اباوت يور ستراكشر او اباوت يور ديزاين اوف داتابيز، محتاج ان انا اكسس الميتا داتا دي. نيجي هنا الاكسبريشن تاني. طبعا السلايدز اللي جايه كلها احنا هنتكلم على اكسبريشنز او ديفينيشنز. يعني هنا في ديفينيشن حاجه اسمها ايه؟ مانيبيوليتنج اوف ا داتابيز. ممكن نسهلها ببساطه، لما بتكلم على مانيبيوليتنج اوف ا داتابيز يعني بتكلم على ايه؟ ديلينج وذ داتابيز، هتتعامل ازاي مع الداتابيز. هنا هتكلم على ايه؟ على الداتا نفسها، هتتعامل ازاي مع الداتا نفسها. الداتا هتعامل معاها في شكل حاجتين، يا اما بعمل كويري يا اما بعمل ابديت على الداتابيز اللي هي المفروض في شكل مين وورلد اللي احنا قلنا عليه قبل كده، او ان انا بقدر اجنريت ايه ريبورتس من الداتابيز دي. فدي فكره المانيبيوليتنج اوف داتابيز، هتتعامل معاها ازاي، او هاو تو ايه هاو تو ديل وذ داتابيز، هتتعامل معاها ازاي. المفروض ان انا عشان اتعامل مع الداتابيز دي، تمام، في شكل بقى ممكن ان انا كويري بشكل ان انا بغير داتا معينه، بشكل ان انا بريتريف داتا معينه منها وهكذا. في برضه اكسبريشن تاني اسمه شيرنج داتابيز.
طبعا كلمة شيرنج هنا بنسمعها كتير على السوشيال ميديا، وهي انك انت بيبقى عندك انفورميشن معينة وبتعمل شيرنج، يعني بتعمل بابليشنج للداتا دي او للبوست ده عشان ناس كتير ايه تشوفه. هنا بقى كلمة شيرنج في الداتابيز مش المقصود بيها كده، هي المقصود بيها allowing multiple users and programs to access the database simultaneously، يعني ايه اكتر من يوزر واكتر من بروجرام هيقدر يأكسس الداتابيز بتاعتك بشكل ايه بشكل يعني with the same shape، يعني بنفس الشكل بنفس الوقت. يعني هي ممكن نفكر كده في الموضوع عشان نسهله شوية. انا هنا بتكلم على داتابيز موجودة في مكان واحد، هي سنجل داتابيز او سنترال داتابيز، وانا ومثلا 4-5 يوزرز ثانيين محتاجين ان احنا نعمل اوبريشنز على الداتابيز دي، فاحنا هنأكسس الداتابيز دي مع بعض. طيب انا شايف الداتابيز وزميلي شايف الداتابيز، وهي عبارة عن ايه داتابيز واحدة، فهي دي شيرد بيني وبين زميلي، فاحنا الاثنين نقدر نشوفها. برضو هنا ممكن يبقى في كونفليكت عندي في نقطة، ممكن واحد مثلا يقول طب انا ممكن يبقى عندي فايل وورد مثلا، الفايل وورد ده انا ببقى فاتحه وببقى عامله شيرنج لزميلي اللي على ماشين تانية، بس زميلي بيشوفه ريد اونلي بس، لازم ان انا اعمل كلوزنج للفايل عندي عشان زميلي يقدر يعدل عليه. في الحالة دي هو شيرد، بس واحد عنده فول بيرميشن والتاني عنده ايه ريد اونلي. لكن الداتابيز مش كده، الداتابيز بيبقى شيرد بيني وبين زميلي، احنا الاثنين نقدر نعمل رايتنج وريدنج منين من الداتابيز دي فكره الشيرنج اوف داتابيز. اكتر من يوزر هيتعامل معاها كانه ايه كانه سنجل يوزر. نيجي هنا للكونسبت تاني، حاجه اسمها ابلكيشن بروجرام. والابلكيشن بروجرام بمنتهى البساطه مش بقى الدي بي ام اس، لا احنا قلنا خلاص ان الداتا موجوده داتابيز، وبعد كده في لاير او انترفيس قدامها اسمه دي بي ام اس، وده المسؤول عشان يتعامل مع الداتا نفسها اللي هي الفيزيكال داتا. نيجي بقى المرحله بقى اللي قدامها، حاجه اسمها ابلكيشن او بروجرام او يوزر حتى، وده المسؤول ان بيسند الكويريز بقى، او بنسميها بالعربي الاستعلامات او الكوماندز للداتابيز، فلازم تعدي على دي بي ام اس يعمل لها فلتريشن كده، وبعد كده يبعتها لمين للداتا نفسها، يعمل لها بروسيسنج، الداتابيز ترجع الريزلت للدي بي ام اس، يعني يحطها في شكل فورم معين، وبعد كده يرجعها تاني للابلكيشن بروجرام. طيب احنا قعدنا نقول من شويه كويري كويري كويري، كلمه كويري بقى بالعربي يعني استعلام، ودايما هنا برضو في نقط هنقولها عشان نثبت بيها بعد كده. لما بتكلم على كويري مين اللي انا بتكلم على ايه ريتريفنج، لو انا بتكلم على كويري يبقى انا بتكلم على ريتريفنج، اللي هي بعد كده هيبقى عباره عن السيلكت كوماند. يبقى انت لو هتعمل ريتريفنج للداتا من الداتابيس يبقى دي اسمها كويري. فكلمة query او الديفينيشن بتاع كلمة query هي causes some data to be retrieved بالكوماند ده، بعد ما اعمل له execution ده بيسبب ان مجموعة داتا معينة بيحصل لها retrieving. طب لو انت عايز تعدل، عايز تغير، عايز تعمل delete، عايز تعمل update، في الحالة دي بيبقى اسمها ايه transaction. يبقى لو انا بتكلم، لو انا قلت جملة transaction يبقى انا بتكلم على داتا هيحصل لها ايه، تمام، ممكن داتا هيحصل لها رايتنج، يحصل لها ديليتنج، يحصل لها تشينجنج، ممكن يحصل لها ريدنج. فكلمه ترانزاكشن هنا شامله شويه، ممكن يبقى فيها ديليت، وممكن يبقى فيها ابديت، وممكن يبقى فيها ايه. لو انا بتكلم على كويري، كويري مينلي ممكن اقول ان هي لا ريتريفنج داتا. طيب في ناس بقى برضو بتعمل ديفينيشن تاني للموضوع ده، ازاي بقى؟ في ناس بتقول الكويري ممكن تبقى سيلكت، وممكن تبقى ابديت، وممكن تبقى ديليت، او اللي هي ممكن تبقى ريتريفنج، ممكن تبقى ديليتنج، ممكن تبقى ايه تشينجنج للداتا، ممكن تبقى انسرتنج لنيو داتا. بس الفكره ان الفور كوماند دول هي سنجل كوماند، يعني الكويري هو سنجل كوماند، كوماند واحد بس هتكويري يبقى هي ايه سنجل كوماند، هتعمل ديليت سنجل كوماند، وهكذا. الترانزاكشن هنا عباره عن ايه كولكشن اوف كوماندز، يعني يعني هبعت بلوك اوف كودز كده على بعضيها، ممكن يبقى فيها انسيرت وفيها ديليت وفيها ابديت وفيها ايه وفيها مثلا سيلكت. ففي ناس بتعمل الديفينيشن الاولاني اللي انا قلت عليه من شويه، ان هي الكويري تبقى حاجه ليها علاقه بالريتريفنج بس، والترانزاكشن يبقى عباره عن ايه عن كولكشن اوف ايه اوف كوماندز بيبقى فيها ريد وديليت وابديت وهكذا. في ناس تاني بتقول لك الكويري ممكن يبقى فيها اي نوع من انواع الكوماند، بس هي سنجل كوماند، كوماند واحد بس، والترانزاكشن هي برضه بلوك اوف ايه اوف كوماندز. يبقى اللي هنستقر عليه كويري سنجل كوماند ترانزاكشن بلوك اوف كوماندز. البروتكشن بقى
في حاجة ليها علاقة بالسيستم بروتكشن وحاجة ليها علاقة بالسيكوريتي بروتكشن. هنا برضو يمكن الناس بتوع سيكوريتي هنا بيعرفوا السيستم بروتكشن ان هو انترنال ايه بروتكشن، اللي هي حاجات زي المينتنس والحاجات اللي هي زي ان انا امنع الفيلير وامنع ايه الحاجات اللي هي الداخليه او ايه الثريتس اللي هي المفروض فروم ايه فروم انترنال ذا سيستم فروم انسايد. والسكيورتي بروتكشن بمنع ايه الاكسترنال ثريتس او الحاجات اللي هي من بره زي الايه الان اوثرايزد اكسس والحاجات دي. ودي طبعا الدي بي ام اس اوريدي بيعمل فيها بيعملها رولز بيعملها ديفينيشنز وفيها اللي فيها اكتر من ليفل من السكيورتي. يمكن الناس اللي اشتغلت هنشوف بعد كده على اس كيو ال سيرفر في حاجه اسمها ويندوز اوثنتيكيشن وحاجه اسمها اس كيو ال اوثنتيكيشن، دي كلها لها علاقه بالسكيورتي والبروتكشن بتاع الداتابيس بتاعتك او الدي بي ام اس. النقطه اللي بعدها فكره مينتيننج ذا داتابيس سيستم، هنا المقصود بيها مش المينتنس على قد ما هي فكره التشينج. يعني انت دلوقتي بنيت السيستم بتاعك والدنيا شغاله، مع الوقت بيحصل changes بيحصل تغييرات في اليوزر او الكاستمر بيحتاج requirement جديده، فبالتالي انت محتاج تعمل ايه تخلي السيستم بتاعك يقدر ايه evolve as requirements ايه change over time، يقدر يغير ويقدر يتطور تمام بناء على requirements الجديده اللي المفروض تتغير من وقت للتاني. هنبدا دلوقتي نشرح اكزامبل صغير عشان نقرب فكره الداتابيز والكومبوننتس بتاعتها. هنفترض دلوقتي ان انا عايز اعمل او عايز ابني داتابيز ليه علاقه باليونيفرسيتي داتابيز تمام، او داتابيز للجامعه. المفروض الداتابيز دي فيها مجموعه كومبوننتس. الكومبوننتس دي عشان احددها هسال نفسي سؤال، هو انت ايه الحاجات اللي انت محتاج تعمل لها ستورنج او ريكوردنج جوه الداتابيز بتاعتك؟ يبقى ده اول سؤال. لو انا بتكلم على يونيفرسيتي داتابيس او داتابيس للجامعه هقول لك ستودنتس، بيانات الطلبه، الكورسز، المواد اللي بياخدوها، الجريدز، الدرجات بتاعتهم، ممكن كمان الدكتورز اللي هو المفروض بيدوا الكورسز دول، ممكن الفاينانشال داتا الخاصه اللي علاقه بالطلبه، ممكن نقول الميديكال انشورنس الحاجات اللي علاقه بالطلبه، حاجات اللي هي التأمين الطبي وهكذا. فهو ده السؤال عشان تحدد الكومبوننتس اللي انت هتخزنها جوه الداتابيز عندك، ايه الحاجات اللي انا محتاج اعمل لها ستورنج للداتابيز في الداتابيز من او عن السيستم اللي انا هشتغل عليه. طيب ما ممكن واحد هنا يقول لي انا هخزن كل حاجه ليها علاقه بالجامعه، طيب هل ده لوجيك؟ لا. ما هنا بقى احنا في جمله قلناها من شويه في حاجه اسمها كاستمر ريكويرمنتس. الكاستمر محتاج الشخص اللي هيبني معاك الداتابيز او الشخص اللي انت هتبني له الداتابيز دي، هو هيقولك انا محتاج داتا عن كذا وعن كذا وعن كذا ومحتاج ريبورتس عن كذا وعن كذا وعن كذا. الكلام اللي انا بقوله ده هو بعد كده اللي منه هطلع الكومبوننتس اللي انا محتاج اعمل لها ستورنج جوه الداتابيز. والكلام ده طبعا هيوضح في الشابترز اللي جايه. هنا المفروض استقر انه هيخزن داتا اباوت ستودنتس والكورسز وايه والجريدز في اليونيفرسيتي انفايرمنت، عمل لهم اناليسس كده فطلع ان الداتا ريكوردز اللي هو المفروض يخزنها ستودنت كورسز سيكشن جريد ريبورت وبريكويزيت. طيب هنا بقى هنلاحظ حاجه، هنلاحظ هنا ان النيمز نفسها بتاعت الداتا ريكوردز او الكومبوننتس بقت كابيتال وبقت سنجل. ليه بقى سنجل؟ طب هتقولي هو هيخزن ستودنت واحد؟ لا، هو هيخزن اكتر من ستودنت، بس الريكورد الواحد هو عباره عن وان ايه ستودنت. فالكومبوننتس هنسميها الكلمه هتبقى سنجل وهتبقى ايه كابيتال ليتر. فالستودنت طبعا اللي هي بيانات الطالب، الكورس بيانات الماده، السكشن اللي هو المفروض اوف ذيس كورس اللي المفروض الستودنت ده ريجسترد فيه، الجريد ريبورت تقرير الدرجات بتاعه الستودنت ده جوه الكورس ده، البريكويزيت كورسز اوف ذيس كورس ايه الكورس ايه الكورسز اللي انا محتاج اخدها او انجح فيها عشان اقدر اعمل ريجستر لمين للكورس ده. طب انا هنا في البارت ده كنت بتكلم بسرعه كده قلت ستودنت وكورس وجريد، لما جيت عملت اناليس شويه لقيت الداتا دي كلها ريليتد لبعض. يعني الستودنت اوكي انا قلته هنا والكورس هنا قلته، السكشن بقى لما جيت عملت اناليسز لقيت ان ممكن الكورس الواحد يبقى فيه اكتر من سكشن. لقيت ان انا الطالب بعد ما يخلص الكورس محتاج اعمله جريد ايه ريبورت. لقيت ان الطالب عشان يريجستر الكورس ده لازم يبقى ناجح في البريكويزيت ايه كورسز بتاعت مين بتاعت الكورس.
حددت الداتا ريكورد، الستيب اللي بعدها محتاج احدد الداتا تايبس، ايه نوع البيانات اللي انت محتاج تخزنها. هل مثلا السنت اي دي ممكن يبقى فيه كاركترز مثلا، ولازم يكون نمبر، ولا لازم، هل محتاج اخزن الايمج او البيكتشر بتاعت السنت ولا لا. فهنا بحدد الفيلز او الايتمز بتاعت كل داتا ريكورد والداتا تايب فور ايتش element in a in the data record. النقطة هنا اللي بعدها هندي overview كده لشكل database management system او database system environment. الريكتانجل الكبير ده اللي بره او المستطيل الكبير اللي بره ده بيتكلم على database system عامة، ده اليوزر اللي هيشتغل او هيتعامل مع الابليكيشن بتاعك او database بتاعتك. دي المفروض الphysical data او الفايلز الرئيسيه اللي انا بخزن فيها الداتا بتاعتي. هنا الميتا داتا اللي هي بتعمل ايه، بتعمل ديسكرايبنج للداتابيس دي او الستور داتابيس. هنا بقى المفروض البارت ده اللي هو الدي بي ام اس او الداتابيس مانجمنت سيستم، وده المسؤول او الانترفيس اللي بين البروجرام والابلكيشن، اليوزر والابلكيشن بروجرامز، وبين ايه، وبين الفيزيكال داتابيس. طب ايه الكومبوننتس اللي جوه الدي بي ام اس ده؟ عندي حاجتين، عندي سوفت وير تو اكسس ستور داتابيز، هنا بيبقى عنده ابلكيشن بيقدر اكسس الفيزيكال داتا، هو عارف مكانها فين ومتخزنه ازاي. في برضو هنا في عندي بقى السوفت وير بروسيس اللي هو بيستقبل الكويريز، سوفت وير تو بروسيس كويريز اند بروجرامز، هنا اللي بيستقبل الكويريز او الكوماندز من الابلكيشن اللي هو اوريدي اليوزرز بعتها، وبعد كده بيبعتها للسوفت وير اللي وراه عشان يقدر يحدد الداتا اللي هيجيبها منين او ايه شكل الداتا اللي هو هيجيبها. فده الاوفر فيو الخاص بالداتابيز سيستمز. يمكن في على اليوتيوب، عندي على شانل على اليوتيوب في كورس اللي هو الريكورد فايل سيستم او اللي بنسميه بعض الاحيان فايل ستراكشر او فايل اورجانيزيشن، يمكن بيتكلم في البارت ده ازاي تعمل ستورنج للداتا ايه في الفيزيكال ايه فايل، وازاي تعمل ريتريفنج للداتا دي، وازاي تاكسس الداتا دي. يبقى انا هنا لو بتكلم داتابيز بتكلم على البارت ايه اللي بين اليوزر بروجرامز وبين الدي بي ام اس، لكن الفايل اورجانيزيشن كورس بيتكلم على ايه، على البارت ده اللي بين الدي بي ام اس وبين ايه، وبين الستورد داتابيز. نكمل هنا بقى الاكزامبل. هنا بيقول لي مثلا انا دلوقتي خلاص هجو اون وهعمل كونستراكشن لليونيفرسيتي داتابيز، دي الداتا اللي انا عاملها ستورنج، هخزن المفروض الداتا about each student course section grade report and the prerequisite as a record in a appropriate file. هيخزن الكلام ده كله في عبارة عن ايه، في one file. محتاج يعرف ايه relations between the records، ايه relation between the student and course. هنا ان the student يقدر يرجستر كورس، والكورس الواحد could be registered by a student. فدي الريليشن اللي بتوين الكومبوننت اللي اسمه student والكومبوننت اللي اسمه course. هتعمل manipulation ازاي، يعني هتعمل storing و retrieving للstudent والcourses وباقي الكومبوننتس ازاي، هتقدر generate grade report ازاي، دي كلها المفروض بعد كده اللي هي queries والtransactions اللي بين الapplication program وبين DBMS. طب ايه بقى الاكزامبلز الكويريز ممكن انفذها على السيستم ده او على الداتابيس دي؟ يعني مثلا هنا ريتريف ذا ترانسكريبت، او ممكن نقول ريجستريشن فورم بتاعت الستودنت. هنا مثلا هساله هقول له ليست ذا نيمز اوف ستودنتس هو توك اي ذا سيكشن اوف ذا داتابيس كورس اوفرد اني فول 20008 اند ذير جريدز ان ذات سيكشن. طيب انا لما هشوف الستيتمنت دي او البوينت دي، مينلي انت هتعمل ريتريفنج للايه، داتا فروم يور داتابيز، يعني انت هتطلب داتا من الداتابيز بتاعتك ويحصل لها ريتريفنج. طب عرفت ليه بقى، يعني عرفت ازاي المعلومه دي؟ ان انا هنا بقول له ايه، ليست ذا نيمز اوف ستودنت، هنا محتاج اعرف النيمز اوف ايه، اوف الستودنتس دول. طيب لو انا هنا سالت السؤال لحد النقطه دي بس وما كملتش، هيعمل ايه بقى؟ هيعمل لك listing of all students، هيجيب لك اسامي الناس كلها. طيب البارت هنا بقى اللي بعد ده، هنا عملت ايه، عملت specifying
لستودنتس معينين، ما سبتش الموضوع كده، ما قلتش كل الستودنتس. فهنا هيعمل ايه بقى؟ هيروح يعمل سيرش عن الناس اللي هم اوريدي عملوا ريجستريشن للكورس اللي اسمه داتابيس في السمستر ده. فهنا برضو في نقطة جديدة بدأت تنور معايا هنا، ان انا ممكن اريتريف كل الداتا، وممكن اعمل سبيسيفاينج الداتا معينة اكوردنج كريتيريا معينة او كونديشن ايه معين. هنا برضو نفس الفكرة، ليست يبقى هعمل ريتريف لداتا. الداتا دي ايه بقى؟ هتجيب البريكوزيت كورسز لمين؟ للداتابيز كورس. يبقى هنا مبدئيا هاكسس التيبل او الكومبوننت اللي اسمه بريكوزيت. لو انا هنا وقفت لحد النقطه دي وسكت هيجيب لي كل البريكوزيتس، لكن لو انا هنا اديته كونديشن او اديته كريتيريا معينه، فهنا بقول له لا انا عايز كل الكورسز او كل البريكوزيت كورسز لمين؟ للداتابيز ايه كورس. هنا اكزامبل الابديت برضو نفس الفكره، انت هنا هنعمل تشينج. تشينج يعني هتغير داتا فروم ايه اولد فاليو تو نيو فاليو. طيب تشينج ذا كلاس اوف ايه سميث، تمام. يبقى انت هنا في الحاله دي هتغير ايه؟ هتغير الكلاس للطالب اللي اسمه سميث، تمام. هنا هتعمل ايه بقى؟ كرييت ا نيو سيكشن فور ذا داتابيز ايه كورس. هنا بتعمل انسرتنج لايه نيو داتا، او هتكريت نيو سيكشن للداتابيز. هنا مثلا هتعمل ريجسترنج لجريد اي فور ايه سميث. يبقى هنا دول بيتكلم على تشينجينج اوف ايه فاليوز. ممكن يبقى ديليتنج، ممكن يبقى ايه ابديتنج، ممكن يبقى انسرتنج لنيو ايه نيو فاليوز. هنا بقى المفروض الفيزز بقى عشان اعمل ديزايننج للداتابيز، عشان اجمع الكلام اللي انا قلته كله ده من شويه. في كورس كامل اسمه سيستم اناليسز اند ديزاين، وده المفروض في بارت منه بعمل اناليسز للريكويرمنتس بتاعه الكاستمر وبجمعها، وبعد كده بحولها لشكل ايه فورمال شويه، عشان يبدا بعد كده ايه اطلع منه الكومبوننتس الرئيسيه اللي انا محتاج اعملها ستورنج جوه ايه جوه الداتابيز. الفيزز بتاعتها او الفيزز بتاعه الديزايننج بروسيس اوف داتابيز، اول حاجه بعمل الريكويرمنتس سبيسيفيكيشن اند اناليسيس، بجمع الريكويرمنتس وبحددها. بعمل كونسبشوال ديزاين، ببدا اشوف كل كومبوننتس والديفينيشنز بتاعتها ايه. بعد كده بعمل لوجيكال ايه ديزاين، هنا بشوف الريليشنز بتوين الكومبوننتس وبعضها، وكل كومبوننت فيه ايه. اللي ممكن بعد كده شويه هنعمل حاجه هنفهمه في شكل دايجرامز، وهيبان معانا موديل جديد اسمه اي ار دايجرام او انتيتي ريليشن شيب دايجرام. بعد كده بحوله لفيزيكال ديزاين او سوري لوجيكال ديزاين. واللوجيكال ديزاين هنا بقدر احول الشكل الكونسبشوال لشكل ايه لوجيكال عن طريق ايه ريليشنز بقى، وبحدد ايه البرايمري كيز والفورين كيز والحاجات دي. هنا بحوله لفيزيكال ديزاين، خلاص الداتا بقت ايه ستورد او جاهزه انها تتعامل مع الفيزيكال ايه لاير، مع الهارد ديسك بقى. خلاص التيبلز جاهزه بالشكل الفلاني بالفيلدز الفلانيه، السايز بتاع كل فيلد قد كده، هعمله ستورنج في سيكتور كذا في الهارد ديسك. فهنا مين اللي بيتكلم على ايه؟ الامبلمنتيشن فيز او الفيزيكال ايه فيز. فدي الفيزز اللي المفروض بتمر بيها اي داتابيز وانا بعمل لها ديزاين. هلاقي هنا اول نقطتين دول يعتبروا اهم نقطتين، لان لو حصل خطا في اي فيز من دول اوتوماتيك الخطا ده هيمشي معايا لحد ايه لحد الفيزيكال ديزاين. هنا المفروض عندي الكومبوننتس او التيبلز اللي احنا اوريدي عملناها اناليسس وبدانا نسجل فيها داتا. فهنا عندي ادي الستودنت اهو، بعد كده عندي الكورس داتا السكشن والجريد ريبورت والبريكوزيت ايه كورسز. طيب دلوقتي انا محتاج اعرف الصفات الخاصه بالداتابيز ابروتش. اول ابروتش زمان عشان خاطر اعمل ستورنج للداتابيز او للداتا نفسها، في حاجه اسمها تراديشنال فايل بروسيسنج. وتراديشنال فايل بروسيسنج هنا كان بداية ظهور عملية الاركايفنج او الداتا او الداتا ستورنج او تخزين البيانات. هنا عبارة عن ان انا عندي سوفت وير او ابلكيشن معين بيعمل ستورنج للداتا دي في فايل معين.
طيب عايزين نسهل الفكرة دي شوية. ايه بقى؟ نقرا كده الديفينيشن وبعد كده ايه نشرحه. each user defines implements the files needed for a specific software application. كل user هو اللي هيحط الاستراكشر الخاص بالفايل اللي السوفت وير ابلكيشن هيستخدمه. معناها ان الابلكيشن ده هو الوحيد اللي فاهم الاستراكشر بتاع الفايل ده. يعني انا مثلا عايز اعمل ابلكيشن خاص بسوبر ماركت معين، فهفتح فايل هحط انا الاستراكشر بتاع الفايل ده مزاجي، هحط الحته الايتم ده هنا والايتم ده هنا والفيلد ده هنا والاتريبيوت ده هنا، هقول له بعد 10 ايتم بعد 10 كاركترز مثلا حط كذا وبعد 20 كاركتر اعمل كذا. انا اللي بحط الاستراكشر بتاع الفايل. اي حد عشان يدخل يقرا الفايل ده مش هيعرف يقراه الا الشخص اللي فعلا هو اللي عمل ديزاين للفايل ده. فدي فكره ايه؟ فكره الشيرنج ضاعت. فكره ان انا اي ابلكيشن هيدخل على الفايل بتاعي هيفهمه ضاعت. فدي مشكله التراديشنال فايل بروسيسنج، ان الابلكيشن سوفت وير اللي بيأكسس الفايل ده هو الوحيد اللي فاهم الاستراكشر بتاع الفايل ده. اليوزر اللي عمل كرييشن للفايل هو الوحيد اللي فاهم الاستراكشر بتاعه. زي بالظبط لو انا دلوقتي مثلا عندي الابلكيشن اللي هو مثلا اكروبات ريدر. اكروبات ريدر ده بيقرا المفروض البي دي اف فايلز. تخيل كده لو البي دي اف فايلز دي ملهاش استراكشر ستاندرد الناس كلها بتتعامل بيه، والوحيد اللي بيفهم الفايل ده هو مين؟ هو الاكروبات ريدر. هتلاقي الابلكيشن الوحيد اللي يقدر يفتح البي دي اف فايل هو الاكروبات ريدر، واي ابلكيشن تاني مش هيعرف لان ما عندوش الاستراكشر بتاع مين؟ بتاع الفايل ده. الحاجة التانية انه مش بيسبورت موضوع الشيرنج، ما يقدرش اكتر من يوزر يأكسس الفايل، لانك انت بتتعامل دايركتلي مع الفايل. لو انا بفتح الفايل وبتعامل معاه الفايل بيبقى كلوزد لحد لما ايه اخلص عملية الريدنج ويوزر تاني يخش يأكسس مين؟ الفايل. الداتابيس بقى ابروتش حاجة مختلفة تماما، هو بيخلي الداتا كلها سنجل ايه ريبوزيتوري، يعني مخزن واحد بس الداتا موجودة جواه، والداتا دي معمول لها ديفايننج according ستاندردز معينه according رولز معينه الكل عارفها، وبيقدر يتاكسس من اكتر من شخص. يعني لو حبيت اقرب الصوره دي شايفين مثلا كده ده الفايل سيستمز، هنا عندي اكتر من بروجرام، كل بروجرام عنده داتا ديسكريبشن للفايل اللي بيتعامل معاه. فالداتا ديسكريبشن للفايل ده لو مش موجود مش هعرف اتعامل معاه. طب انا لو بروجرام وانا عايز اتعامل مع فايل 1 وفايل 2 وفايل 3 لازم يكون عنده ديسكريبشن 1 وديسكريبشن 2 وديسكريبشن 3. لكن شوفوا بقى الداتابيز ابروتش، ادي 3 ابلكيشنز اهم. الدي بي ام اس هو اللي عنده ديسكريبشن اوف ايه؟ اوف داتابيس، والديسكريبشن ده اكوردنج ستاندرد معينه. فبالتالي اي ابلكيشن هيأكسس دي بي ام اس هو محتاج ايه؟ الاستراكشر بتاع الداتابيس اللي اوتوماتيك هياخده من الدي بي ام اس، ويقدر يتعامل بعد كده ايه مع الداتا دايركتلي. والداتا هنا شيرد، هتلاقي هنا الداتابيز ايه سنترال، فبالتالي ايه الثري ابلكيشنز يقدروا يأكسسوا ايه ذا سيم ريبوزيتوري او ذا سيم سنترال داتابيز. لكن هنا الداتابيز هنا متقسمه لثري فايلز، وكل ابلكيشن بيأكسس الفايل بتاعه. عايز تأكسس فايل تاني لازم يبقى عندك الداتا ديسكريبشن بتاع الفايل ايه التاني ده. ايه بقى الكاركترستكس بقى للداتابيز ابروتش؟ انا عندي هنا 3 مين ايه كاركترستكس. ايه هما بقى؟ اول حاجه ان الداتابيز دي تبقى سيلف ديسكرايبنج نيتشر اوف داتابيز سيستمز، هي سيلف ديسكرايبنج بتوصف نفسها، هنشوف بعد شويه ازاي. بتسبورت حاجه اسمها مالتيبل فيوز اوف داتا، بقدر اشوف الداتا باكتر من شكل، بقدر اعمل شيرنج للداتا اند مالتي يوزر ترانزاكشن بروسيسنج، ان انا اقدر اكتر من يوزر يقدر ياكسس الداتابيز او الداتا دي ويقدر يعني يسند الترانزاكشنز بتاعته ايه للداتابيز دي. طيب نشرح اول نقطه، يعني ايه سيلف ديسكرايبنج. احنا اتكلمنا في الاول عن ميتا داتا، وقلنا ان هي داتا اباوت داتا، وانها ان هي ديسكريبتيف انفورميشن عن الداتابيز ستراكشر بتاعتك. هنا المفروض ان الداتابيز سيستمز دي كونتينز كومبليت ديفينيشن اوف ستراكشر اند كونسترينتس، واحنا شرحنا النقطتين دول، في شكل الميتا داتا، وبتتخزن في دي بي ام اس في شكل ايه؟ في شكل داتابيز ايه كاتالوج. الدي بي ام اس بيأكسسها وبيخزنها برضو كمان هي في شكل داتابيز، تمام. والداتابيز يوزرز يقدروا ياكسسوا الداتابيز كاتالوج ويقدروا يشوفوا كل الانفورميشن اباوت الداتابيز ستراكشر اللي هم بيتعاملوا معاها. طيب يعني ايه مالتيبل فيوز؟ طيب انا هشرح هنا على الفجر الاول وبعد كده هرجع لايه للديفينيشن.
هنا عندي لو بصينا كده للتيبلز دي، هنا عندي الستودنت وعندي الكورس وعندي السكشن. سي مثلا انا عندي الموظف مثلا اكس ما ينفعش يشوف الميجور، يقدر يشوف النيم والستودنت والكلاس بس. في الحالة دي انا بكريت فيو من الستودنت ده في 3 كولومز دول بس، فالموظف اكس مثلا هيشوف ال 3 كولومز دول، وموظف واي هيشوف ال 4 كولومز. طيب بالنسبة بقى لليوزر، هو هيشوف ده انا عندي هنا ايه، 2 تيبلز او 2 كومبوننتس، لا هو 1 كومبوننتس بس، انا بتحكم في شكل الكولومز اللي هتطلع لك. طيب نصعب الموضوع شوية، في موظف محتاج يشوف ريبورت، الريبورت ده فيه ايه؟ فيه الكورس نيم والكورس نمبر، وجنبيه الستودنت نيم والستودنت نمبر اللي عمل ريجستريشن للكورس ده. فهظهر له هظهر له الكومبوننتس او التيبل في شكل 4 كولمز. طيب هتقول لي هو المفروض يبقى كده معناها ان في تيبل عندي موجود جوه الداتابيس فيه الفور كولمز دول جنب بعض، اللي الكورس نيم والكورس نمبر والستودنت نيم والستودنت نمبر. لا، هو هنا عمل لك ايه، جنريتنج لفيو، اخد التو كولمز من المكانين دول اللي انت عايز تشوفهم جنب بعض وحطهم لك جنب بعض وظهرهم لك في شكل 1 تيبل، لكن هما فيزيكالي ايه، تو تيبلز. فانا هنا كاني كريت فيرتشوال تيبل، انت شايفه تيبل وهتتعامل معاه على ان هو تيبل، لكن هو فيزيكالي تو ايه، تو تيبلز، فيرتشوالي بالنسبه لك هو 1 ايه، 1 تيبل. فنرجع هنا تاني للديفينيشن، كلمه فيو هي سبست اوف ذا داتابيس، انت فعلا بتاخد سبست او جزء من الداتابيس بتاعتك. contains virtual data، هي الداتا اوريدي مش ستورد بالشكل اللي انت شايفه تمام، لكن هي virtual data. الداتا دي بجيبها منين؟ هي derived from the mean from the database file اللي انت اوريدي مخزنه عندك تمام، لكن هو مش متخزن بالشكل اللي انت شايفه. multi user database، هنا المفروض انا اقدر اعمل create view لكل user بناء على permissions او privilege اللي هو ايه، اللي هو واخدها، ودي من ضمن الحاجات القويه جدا اللي موجوده في ايه، في الداتابيس. طيب ناخد اكزامبل عن الميتا داتا متخزنه ازاي جوه الداتابيس، شايفين الشكل ده. يعني هنا مثلا في تيبل اسمه ريليشنز مثلا، هنا بيقول لك كلمه ريليشن هنا برضو عشان من ضمن الرولز اللي هنتفق عليها بعد كده، كلمه ريليشن المقصود بيها تيبل. يعني لما بتكلم اهو ريليشن يبقى انا بتكلم على ايه، تيبل. ريليشنز او ريليشن نيم هنا يعني اسماء التيبلز اللي عندك، انا عندي تيبل اسمه ستودنت، تيبل اسمه كورس، سيكشن، جريد ريبورت، وبريكويزيت كورسز. هنا بقى نمبر اوف كولمز، عندي الستودنت في 4 كولمز اللي هي المفروض ايه، اللي هي الكولمز دي، يعني ده 1 كولم 2 3 4 وهكذا. الكورس 4 كولمز، السكشن 5 كولمز وهكذا. هنا بقى descriptive information about ايه، الكولمز نفسهم. انا عندي الكولم نيم، اسم الكولم نيم، الداتا تايب بتاعه هنا كاركترز 30، معناها ان هنا ايه الماكسيمم لينث اوف ذس فيلد از كام، 30 كاركترز بالظبط كده، 30 حرف. والكولم ده موجود جوه الريليشن او موجود جوه التيبل اللي اسمه ايه، ستودنت. انا لو ما دخلتش على الداتابيس وقريت التيبلز دي هفهم الداتابيس بتاعتي بتتكلم على ايه، وايه الكومبوننتس بتاعتها، وايه البارس بتاعتها. المميزه الثالثه بقى في الداتابيس، فكره الشيرنج اوف داتا اند مالتي يوزر ترانزاكشن بروسيسنج، ان اكتر من يوزر بيأكسس الداتابيس وبيقدر يبعت لها كوماندز. طيب في اكزامبل دايما هنا بقوله، في فيلم كان اسمه كده رضا بتاع احمد حلمي، كان اللي هم ثلاث اخوات، والثلاث اخوات دول راحوا في ثلاث بنوك مختلفه وكلهم عندهم نفس البطاقه وعايزين ياكسسوا الاكونت او الحساب المفروض فيه الفلوس بتاعتهم، وكان الفلوس اللي في الحساب كانت 250,000. فهم تلات اشخاص بنفس الرقم القومي راحوا تلات فروع مختلفة وكلهم عايزين يسحبوا ال 250,000. لو انا بتكلم من وجهة نظر الدي بي ام اس، انا عندي 3 different applications هيعملوا sending لترانزاكشن للcentral database، وال 3 ترانزاكشنز دول كلهم عايزين ياكسسوا ذا سيم فيلد او ذا سيم داتا ريكورد. كل واحد فيهم عايز يعمل ترانزاكشن، يعمل ابديتنج للفيلد اللي هو فيه الرقم او فيه الحساب بتاعهم، انه يخصم منه 250,000. طيب لو انا شغال فايل سيستم او فايل ابلكيشن
المفروض الفايل هيبقى فيه منه 3 نسخ، لان انا عندي 3 ديفرنت ابلكيشنز، فبالتالي البروسيس هتتكرر 3 مرات، فهيحصل زي ما حصل في الفيلم، وهيسحبه 750,000، لان هنا ايه ده هيخصم وده هيخصم وده هيخصم. لكن في حاله الدي بي ام اس او في السنترال داتابيز، السنترال داتابيز هتستقبل او دي بي ام اس هيستقبل 3 ريكويستس على مين، على الداتا ريكورد ده. فهيعمل ايه بقى؟ هل هينفذ الثلاثه في ايه ات ذا سيم تايم؟ لا، هيدخلهم جوه كيو وهيكسكيوت الاولاني. فالاولاني مجرد ما هيكسكيوت هيخصم ال 250,000، يدخل الريكورد اللي بعده او الكويري اللي بعدها او الترانزاكشن اللي بعدها، هيشتغل على النيو فاليو اوف ايه اوف ريكورد اللي هي بقت زيرو، فيجي يخصم ايه لا لا مش هيقدر، لان اوريدي داتا حصل لها ابديت. اللي بيمانج القصه دي كلها حاجه اسمها كونكرنسي كنترول سوفت وير، وده موجود من ضمن مين، من ضمن الكومبوننتس او البروجرامز اللي موجوده جوه الدي بي ام اس. ف ده وظيفته كلها في الحياه، ان هو يتاكد ان الابديتنج بروسيس اللي هتحصل على الداتابيز هتتم بشكل ايه، كوركتلي، بشكل صح، زي بالظبط الاولاب او اللاين ترانزاكشن بروسيسنج. ببساطه كده الابلكيشنز بتاعه البورصه، عندك السهم بيتغير كل ثانيه، فانا دلوقتي عملت اشتريت دلوقتي وبعت بعد شويه واشتريت تاني وبعت تاني، هنا بيعمل ايه؟ هو اللي بيمانج الابديتنج بتاع مين، بتاع البروسيس دي بشكل مظبوط. نيجي بقى لفكره الترانزاكشن، زي ما قلنا من شويه هي عباره عن كولكشن اوف كوماندز بيبعتها الابلكيشن او اليوزر للداتابيز عشان يحصل لها ايه، اكسكيوشن. هنا ممكن ينفذ الترانزاكشن دي بشكلين مختلفين، ممكن بشكل اتوميسي تمام، وشكل ايزوليشن. فكره الايزوليشن بقى ايه بقى؟ انك انت بعت بلوك اوف كوماند او اكتر من ترانزاكشن مع بعض، ممكن يتعامل مع كل ترانزاكشن انها لوحدها او ايزوليتد عن الثانيه، فاكسكيوت دي لو خلصت اوتوماتيك يخش على اللي بعدها، اللي بعدها لو باظت مش مشكله يخش على اللي بعدها وهكذا. يعني سي عندي ترانزاكشن A وB وC، يكسكيوت A تمام، B حصل لها ايرور يباس B، بعد كده يعمل اكسكيوت لمين، لC. فكره بقى ايه في الاتوميسيتي هنا، بروبرتي لا ما بيعملش كده، انت بعت 3 ترانزاكشنز A وB وC all or none، يا هينفذ A B C بشكل كوركتلي، يا اما ايه، يا اما يعني لو A executed تمام، B تمام، C حصل لها مشكله، هيعمل ايه بقى؟ هيلغي كل الافكت اللي حصل عن ايه من الترانزاكشنز دي. اخر بارت في المحاضره بتاعت النهارده، مين الاكتورز او المين يوزرز او مين بنسميهم ايه، الناس اللي هم خلف الستار او الناس اللي هم بيشغلوا الداتابيز انفايرمنت. اول واحد عندي داتابيز ادمنستريتور، او اختصارا او معروف عامه باسم دي بي اي، هو الشخص ده مسؤول ان يعمل اوثرايزنج الاكسس تو داتابيز، يحدد مين اللي عنده الاوثرايزيشن او بريفليج ان اكسس داتابيز دي، يقدر يعمل كوردينيتنج اند مونيتورنج ذا يوز اوف داتابيز، لو حصل اي حاجه ايه مش مظبوطه يقدر يديتكت الموضوع ده تمام، وهو اللي بيمانج السوفت وير والهاردوير اللي هو محتاجه عشان يشغل الداتابيز دي. التاني اللي هو داتابيز ديزاينر، وده المسؤول انه يعمل ايدنتيفاينج للداتابيز او للداتا اللي انا محتاج اعمل لها ستورنج والريليشنز بتاعتها والكونسترينز. الاند يوزر ده الشخص اللي بيتعامل مع الابلكيشن او مع الداتابيز من بره، هو مسؤوليته انه يسند او الكويريز او يطلب الريبورتس. في سيستم اناليست، وده المرحله اللي قبل الداتابيز ديزاين، ده اللي محتاج يقعد مع الكاستمر وبيفهم ايه الريكويرمنتس اللي هو محتاجها. الابلكيشن بروجرام، ده البروجرامر اللي بيعمل الويب ابلكيشن او الديسكتوب ابلكيشن او الانترفيس اللي هيبعت الكويريز منه للدي بي ام اس، وهيستقبل الداتا من الدي بي ام اس ويعمل لها ايه، فيوينج في شكل ريبورت او في شكل ايه، داتا يقدر اليوزر يستخدمها. ايه مميزات استخدام الدي بي ام اس؟ اول نقطه طبعا السكيورتي طبعا، وفكره انه يعني يدعم موضوع الكونكرنسي كنترول وهكذا. لكن في نقطه مهمه، فكره الايه، افيشنت كويري بروسيسنج. يعني مثلا دي برضو يمكن هنشرحها هنا بسرعه، لكن هي متوضحه اكتر لو انا دخلت في الكورس بتاع الفايل اورجانيزيشن. ان انا لو انا عايز اعمل مثلا عندي 100 طالب، ال 100 طالب دول انا مرتبهم بالاي دي وليكن من 1 لحد 100. لو انا قلت لك هات لي الطالب رقم 99، انت مش محتاج تعدي على كل ريكورد تساله هو انت الطالب 99 ولا لا، انا اوتوماتيك هجامب لمين؟ للوكيشن بتاع 99. فالداتا هنا اوريدي ايه؟ اندكسد او مترتبه او سورتد. هنا لو انا عايز ادور بالاسم
والداتا مش مترتبه بالاسم، في الحاله دي هتعمل ايه؟ هتضطر تسال. انا هنا بتكلم على ايه؟ على دي بي ام اس. هيضطر يسال كل ريكورد هو انت فلان، لحد ما يوصل الداتا اللي هو عايزها، عشان الداتا مش سورتد. الدي بي ام اس بيقدر يعمل لك سورتنج للكومبوننت او التيبل بتاعك باكتر من كريتيريا، وبناء على الحاجه اللي انت بتعمل كويري بيها يختار الاندكس المناسب، ويقدر يجنريت مين الداتا اللي انت محتاجها. يقدر يعمل بافرنج، ويقدر يعمل كاشنج عشان ايه؟ الترانزاكشنز اللي عنده، لو انت عايز تعمل ايه رول باك او عايز تعكس الايفكت بتاع ترانزاكشن. بيقدر يعمل كويري بروسيسنج اند اوبتمايزيشن، بيقدر يعمل ديفايدنج للكويري، الكويري الكبيره لاكتر من كويري صغيره، وينفذها بشكل ايه؟ اوبتمايزد، عشان تبقى ايه؟ افيشنت. كده وصلنا لنهايه المحاضره الاولى، ان شاء الله باذن الله تكونوا فهمتوا حاجه من المحاضره، وباذن الله هنكمل بعد كده. هنجو ان شاء الله المره الجايه هنتكلم على الداتابيس ديزاين بروسيس، وعلى طرق الديزاين بتاعت او الديفينيشن بتاعت الداتا وهكذا. القاكم باذن الله على خير المحاضره الجايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.